بصوا يا شباب، 7 و6 شيء مجنون. السرعة يا جماعة مجنونة، 7 مثلا هتلاقي 6.9 تقريبا، الضعف، ضعف التحميل يا جماعة، ضعف سرعة التحميل. والكلام ده مش مجرد أرقام، الكلام ده فعلا أنا ما جربته ولقيته حتى في الوقت، فعلا الملف بينزل أسرع 100 مرة. سحر يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ انا احمد شيتو. سريعا كده يا جماعة، لان الموضوع ده بصراحة مجنني، انا مش لاقي له تفسير. الموضوع يا جماعة رهيب رهيب، زي ما انتم شفتوا في مقدمة الفيديو كده، التحميل فعلا بيتنزل نطرة تقريبا الضعف. الفكرة بمنتهى البساطة يا جماعة، ان في برنامج مجرد ما بتنزله وبتشغله التحميل فعلا بيبقى بيتنطر معاك الضعف. ازاي ده؟ دي حاجات اسرار بقى، هوريكم طبعا كل ده بخطوه بخطوه، ونشوف الموضوع ده بيحصل ازاي، وهتشوفوا بعينيكوا الموضوع عملي. الفكره كلها يا جماعه، نجي بس نوصل التليفون بتاعنا كده. بصوا يا شباب، انا مثلا عندي هنا في ملف اهو، او في فايل انا المفروض هحمله، هو مساحته تقريبا 866 ميجا بايت، تمام. طيب انا لو جيت احمله بشكل طبيعي عادي جدا وقلت له كده هنا اهو، يعني اتحمل او اشتغل يعني داونلود، بصوا اقصى سرعه هيوصل لها كام. بصوا هنا اهو كام، 3.6 ميجا بايت، 3.7، يعني فاهم عاملين ايه، يلعب في 3 وحاجه، يعني 2 وشويه مش عارف ايه، هينزل معاك 1 وشويه، بعد كده هيطلع تاني 2 3، تمام. هو عامه هو بيلعب في الرينج ده من 1 كده ل 3، مش هيطلع يعني مش هيزيد عن كده. طيب قول له كده هنا ستوب. بصوا يا جماعه بقى السحر، انتوا لو فتحتوا جوجل بلاي وجيتوا ضغطتوا كده هنا في السيرش وكتبتوا اللي هو 4 وحايد، المهم يعني يطلع لكم البرنامج ده، هسيب لكم اللينك تحمله في صندوق الوصف. المهم بعد ما تنزلوا البرنامج ده كده هتقول له هنا اوبن، هو برنامج مجاني، تمام. بعد كده هتشغله من هنا كده، قول له هنا كده، هتضغط عليه كده عشان يشتغل معاك، تمام. هو كده خلاص اشتغل، وقال لي هنا كونكتد خلاص، او اللي هو متصل، تمام كده تمام. اطلع بقى خلاص من البرنامج، تعالى يا معلم افتح البرنامج بتاع التحميل تاني. احنا كنا فاكرين يا جماعه كان من 1 ل 3، بصوا بقى لما اجي اجرب اعمل داونلود تاني او اكمل الداونلود، بصوا السرعه تبقى عامله كام يا جماعه. بصوا يا شباب، 7 و6 شيء مجنون، السرعه يا جماعه مجنونه، 7 مثلا هتلاقي 6.9 تقريبا، الضعف، ضعف التحميل يا جماعه، ضعف سرعه التحميل. والكلام ده مش مجرد ارقام، الكلام ده فعلا انا لما جربته لقيته حتى في الوقت، فعلا الملف بينزل اسرع 100 مره. سحر يا شباب. انا بصراحه مش عارف اقول لكم ايه، يعني انا ما عنديش تفسير منطقي للي بيحصل ده، غير ان هو ده اختراع. انا معظم الالعاب اللي عندي حاجات بجيجات والله يا جماعه، العاب بتبقى مثلا ب 50 جيجا و60 جيجا، انا بحملهاش على الكمبيوتر وبحملها على الموبايل بسبب الاختراع الجامد ده. اختراع جامد، حملوا بيه اي حاجه يا جماعه، افتحوا بيه اي حاجه في الداونلود في الابلود، الموضوع ده يعني سحر جميل جدا. فيعني دي كانت حلقه النهارده او شرح النهارده، لو عجبتك الحلقه ما تبخلش عليها باللايك، كومنت جميل زي كده، اشترك في القناه وانت مش مشترك، انا بحاول اروق عليكم اهو واجيب لكم كده ثغرات وحاجات وتريكات، صدقوني هتنفعكم وهتخدمكم جامد جدا في موضوع الداونلود ده. وبس كده يا شباب، يلا سلام.